لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة. العصفورة تقول: اليوم راح نكشف لكم صاحب حساب وزير عراقي على منصة اكس تويتر سابقا. هذا الحساب اللي سبب جدل واسع خلال هذا العام بسبب ما ينشر من أحداث وتفاصيل سابقة وتفاصيل حالية. العصفورة تقول أن حساب وزير عراقي يعود إلى شخص بدأ حياته مدنيا أقرب لليسار. شخص مدني أقرب لليسار قبل أن يحتضنه أحد السياسيين الإسلاميين الذي لم يعد موجودا في السلطة حاليا ويرشحه لمنصب وزير. الإسلامي اللي رشح وزير عراقي عاد إلى مقره في الولايات المتحدة الأمريكية. المعروف عن شخصية وزير عراقي أنه تنقل بين دول كثيرة في العالم، على الأقل تتكلم بأربع لغات مختلفة عندما كان موظفا أو أستاذا. لديه اهتمامات كثيرة منها الزراعة، الاقتصاد، المياه، بل أيضا بالثقافة والفنون. العصفورة تقول إنه رجل أكاديمي وأستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه بالهندسة ويعمل حاليا رئيس قسم الدراسات العليا في كلية الهندسة في إحدى الجامعات خارج العراق، علما إن عمره قد تجاوز العقد السادس وداخل على السابع. وآخر شيء سألت العصفورة من هذا؟ ما قبلت تقول الاسم، قالت هاي مواصفاته وانت دبر حالك، وبالنتيجة هاي مواصفات وزير عراقي وانتوا دبروا حالكم. رحب بكم من جديد. اليوم صار التعليم وللأسف دكاكين للمنفعة على حساب الرصانة العلمية، هذا كلام أغلب العراقيين. المدارس والجامعات الأهلية صارت مشاريع للربح على حساب العملية التربوية والعلمية. أي واحد متنفذ وعنده فلوس يفتتح مشروع جامعة أو مدرسة مثل ما يفتح مول تجاري، مع الفرق طبعا أن الجامعة والمدرسة أكبر من فلوسهم. صار التعليم مشروع ربحي بدل أن يكون مشروع بناء أجيال. أعداد كبيرة من المؤسسات الأهلية التعليمية قاعد نشاهدها اليوم بكثرة وأصبحت ظاهرة مع افتقارها لكل مقومات بناء وتسليح الطالب علميا. هي صار العلم رخيص؟ شكل المستقبل شلون راح يكون مع وجود هذه المؤسسات اللي تخرج طلبه فقط لمجرد الحصول على الشهاده بثمن؟ الطالب شو يسوي؟ يريد شهاده حتى يتعين، والجامعه الاهليه تريد من الطالب مبالغ حتى تتربح ويكبر مشروعها. ما يعني اننا اليوم امام معادله ربحيه اطرافها المال مقابل الشهاده. من يقف خلف كل هذا التفاوت والتردي في التربية والتعليم؟ أناقش هذا الملف اليوم مع السيد مهند الهلالي نقيب الأكاديميين العراقيين والسيد فالح القريشي الباحث التربوي. أبدو ياك سيد مهند، 45 جامعة وكلية أهلية حسب آخر إحصائية، يمكن والعدد قابل للزيادة كلش طبيعي. باكر عقبه يقعد مجلس وزراء، يقعد هذا هيئة رأي، يصوتون على 2-3 وتمشي الأمور. هذا الشيء يأشر بالنسبة لك، يأشر إلى ظاهرة صحية ممكن انه تقوم الاداء العلمي والتربوي لو هي ظاهره سلبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لجنابك وللضيف الكريم والمشاهد الكريم ايضا. حياك الله. بدءا دعني اعيد صياغه السؤال. هل التعليم الاهلي في العراق هو حل ام مشكله؟ التعليم الاهلي في العراق اريد له ان يكون حلا، أن يستوعب بعد حقبة سابقة في الثمانينيات، أن يكون حلا لعدم إمكانية الدولة في أن توفي متطلبات الزيادة السكانية إلى آخره، ومشاركة القطاع الخاص بذلك. إلا أن التعليم الأهلي كما هو الحال في أغلب القوانين التي شرعت في ظروف استثنائية أصبح مشكلة وليس حل. زين. هذه المشكلة تتمحور في عدم مقدرة
مؤسسات التعليم الأهلي بقانونها الحالي على استيفاء متطلبات إرساء دعائم التطور العلمي في المؤسسات العراقية والمجتمع. أيضا عدم مقدرة تلك المؤسسات للمجارات الواقع الاجتماعي والثقافي في العراق. أيضا أثقلت هذه المؤسسات السوق العراقية بكم هائل من الخريجين غير المؤهلين، بنسبة كبيرة جدا من خريجين هذه المؤسسات هم غير مؤهلين يحملون شهادة عليا. إذا أردنا أن نقارن بين النسب التي تخرج علينا بين الحين والآخر بنسب الملتحقين بالتعليم الجامعي على سبيل المثال، أن نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي في العراق هي نسبة ضئيلة مقارنة بدول الجوار، تصل إلى أكثر بقليل من 20% من الملتحقين، وهذه النسبة أنا شخصيا أضع أكثر من علامة استفهام على هذه النسبة، كما وردت على لسان أحد المستشارين المعنيين في الدولة العراقية. لذلك يراد أن تتضاعف نسب الملتحقين في الدراسة الجامعية من خلال هذه المؤسسات، وبالتالي هذه المؤسسات أنتجت كم كبير من الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل. هذا السوق الذي يجب أن تطلع وزارة التخطيط بدور كبير في رسم سياسته، زيحت جانبا هذه الإحصائيات وغلب على الموضوع الجانب الربحية، الجانب التي كما ذكرت في مقدمتك لمل جيوب البعض المتنفذين، البعض السياسيين، بعض المتنفعين الذين تركوا مجالات العمل التجارية الأخرى ولجأوا إلى التعليم كون أن مدخلاته خيالية مقارنة بأي عمل تجاري آخر، وبالتالي عدد الكليات والجامعات الأهلية فاق 70 كلية وليس 45 كما ذكرت حضرتك. فاق 70؟ يعني ايش قد من هاي 70 تابعة لجهات سياسية؟ هذه الكليات والجامعات إن لم تكن تابعة فهي تحظى بدعم. زين. ايش قد؟ أي عمل يمارس اليوم يخرج عن السياق الاجتماعي والثقافي يراد له أن يتكئ على متكئ يؤمن له العمل والاستمرارية، وغطاء يؤمن له الاستمرار في نفس النهج ذات النهج. غالبية هذه المؤسسات تحظى بدعم سياسي، دعم تجاري، دعم مالي. حسب معلوماتك أستاذ مهند، 70 جامعة تقول أنت الإحصائية، نعم، اللي عندنا 70 جامعة أهلية، نعم، إيش قد نسبة الجامعات الأهلية اللي من هاي 70 اللي يمتلكها السياسيين متنفذين؟ أكثر من نصف هذه الجامعات. أكثر من نصف. أكثر من النصف الآخر اللي متنفذين ماديا و لهيئات اقتصادية تابعة لجهات سياسية. قد تكون، يعني أنا من لما قلت سياسيا فهي أكيد هيئات سياسية تدعم هذه الكليات وتؤمن لها الحماية والرعاية. زين، إيش قد نسبة اللي عندهم جامعات أهلية هم أكاديميين فعلا، أساتذة، بروفيسورات، ايش قد نسبتهم؟ بدءا هنا الثغره في قانون التعليم الجامعي الاهلي لم تشترط ذلك، اشترطت مجموعه مؤسسين يحملون القابة العلميه، لكن لم توضح الاليات، لم توضح نوع وشكل المستثمر، بل ان القانون الاخير قانون 25 لسنه 16 ومحاولات تعديله قائمه، قد تكون نسخه التعديل قد صيغت بأيادي بعيدة عن التعليم، وبالتالي مجلس أمناء ويرأس المستثمر كما هو مطروح في نسخ التعديل الجديدة فهو قد يزيد الطين بلة، وبالتالي عندما يكون القانون لإيجاد حل لا، سيصبح القانون ليفاقم المشكلة وهي مشكلة عدم وجود مخرجات، هذا على مستوى البكالوريوس. أما عند محاولة فتح دراسات عليا دون الوقوف وقفة جادة لقراءة ودراسة موضوعات درجة البكالوريوس في تلك الجامعات فالمصيبة أعظم. بكل زين، خلينا نروح للسيد فالح. سيد فالح، رحب بك من جديد. عدد المدارس الأهلية
الابتدائية والثانوية بلغ 2884 مدرسة. نعم. بغداد بها 902 مدرسة بين ابتدائية وثانوية. هاي أرقام مخيفة. شو هنا 2884 مدرسة أهلية خلال هاي الفترة الزمنية؟ احنا إذا نريد نقيسها نقيسها من بعد 2016 فصاعدا، تمام؟ نعم. خلال 4-5 سنين 2884، هاي أرقام صحيحة لو أكو أرقام اللي نفس ما صلحنا أستاذ مهند من 45 إلى 70، هسه خاف تطلع الطامة الكبرى بعد أكثر من هاي الجامعة. نعم. شكرا جزيلا لكم ولفضائل الشرقية على هذه الاستضافة في موضوع التربية والتعليم، وهو من أفضل أو من أكبر البنى التحتية اللي موجودة في العالم. يعني سئل سؤال ما هي أسعد 10 دول في العالم، فجاء جواب من الأكاديميين ومن التربويين ومن الإعلاميين، هناك 10 دول سعيدة في العالم. من هي هذه الدول؟ اليابان، سنغافورة، السويد، الدنمارك، النمسا إلى آخره. هذه الدول ما هي معايير التي جعلتكم تختارون هذه الدول؟ المعايير أربعة، أولها التعليم، التربية والتعليم، ثانيا الصحة، ثالثا الخدمات، رابعا احترام حقوق الإنسان. هذه المعايير الأربعة، يعني الآن من ندخل بالجوجل على سنغافورة أكو أمية ولا أمية، أكو مدرسة مزدوجة ماكو مدرسة مزدوجة، أكو مدرسة ناقصة بها معلم ماكو، الطلاب يستعملون الآيباد والوسائل الإلكترونية بالتعليم؟ نعم يستعملون. ولذلك سنغافورة الجزيرة التي يبلغ نفوسها 6 ملايين ورئيستها امرأة محامية أصبحت رئيسة سنغافورة الآن في جودة التعليم، التعليم العالي من الابتدائي حتى العالي، الأولى في العالم وأحسن جواز في العالم وأحسن مطار في العالم وأكثر مستوى دخل في العالم. السبب التعليم. أيوة هي وين كانت؟ نعم. كانت سنغافورة وين كانت؟ قبل 10 سنوات كانت جزيرة نائية انفصلت عن ماليزيا ليس فيها قطرة نفط واحدة، وإنما استخدمت هذه المرأة اللي هي حليمة يعقوب، استخدمت التعليم ودزت أولادهم للبلدان المتقدمة إفادات، كما استخدمت اليابان يعني من عام 45 إلى هذا العام. ولذلك أكثر بلد بمهندسين الآن اليابان، أكثر بلد بمهندسين وتربويين وتكنولوجيين سنغافورة. نجي إلى بلدنا العراق، أركان العملية التربوية 6. خلينا نشوف العراق متقدم بأركن المنهج، الطالب، المعلم، الإدارة التربوية، البناية المدرسية، الموازنة، وأقصد بالموازنة هي الأموال التي تعطى من الحكومة إلى وزارة التربية والتعليم. في الزمن الدكتاتوري الماضي كانت 95% للأمن والمخابرات والجيش وإلى وللحروب الكارثية اللي سببها هذا. سبب الآن التأخير الحروب الكارثية اللي 40 سنة احنا كنا نحارب سببها زمن الدكتاتوري صراحة. فجاء العصر الديمقراطي المنفتح مثل ما نقول، زاد الطين بلة. الآن 6-5% من الموازنة تعطى. الآن عندنا نقص، أنا كنت معاون مدير عام في وزارة التربية، عندنا نقص 20,000 مدرسة في العراق حتى نفك الازدواج. باليابان ماكو ازدواج، كل مدرسة. عندنا أعداد المدارس الآن في العراق 25,300 وكسور مدرسة. عندنا بنايات 16,000 طبعا بناية و300 وكسور. يعني عندنا نقص يحتاج لنا الآن إذا نريد نفك الثلاثي، مو الازدواج، ثلاثي دوام الثلاثي 10,000 بناية، لكن 20,000 بناية نفك المزدوج. 20,000 بناية تكلف مليارات. للأسف 6% اللي تأتي هناك فساد مالي وإداري في وزارة التربية. يعني 6% من أصل الموازنة، مجموع من أصل الموازنة اللي هي 100 مليار. إيش يروح فساد؟ ها ها نصف، أكثر من نصف فساد. أكثر من نصف 6% فساد. نعم. تبقى 3% تشغيلية. أي. تمام. رواتب ما رواتب. نعم. مين نعم. هو المشكلة رغم قلة الموازنة أكو فساد بها. لكن إحنا نجي إلى المدارس الأهلية. لماذا انفتحت المدارس الأهلية والآن كما تفضلت الرقم ايش قد 3000 في بغداد 900 مدرسة في بغداد 902 صحيح صحيح لا أكثر بالعراق أكثر من 3000 إلى 4000 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية طبعا موجودة كثيرة. السبب التعليم بدأ ينخفض، ليس التعليم فقط، الاقتصاد في انخفاض، الزراعة في انخفاض، زين هاي هاي في انخفاض. فتحت لك مدرسة أهلية؟ أنا عندي حفيدتي مدرسة أهلية. لا أنت 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 كشخص معاون مدير عام كنت بالتربية. أنا معاون مدير عام في وزارة التربية كنت. قدرت تفتح مدرسة أهلية؟ حاليا أستاذ جامعة نعم. قدرت تفتح مدرسة أهلية؟
شلون؟ اقدر؟ مكاني اقدر. افتتاح المدارس اضافه الى ما قال به الاستاذ اقول لك معلومه. اولا المدارس والجامعات الاهليه خاضعه لقوانين وزاره التربيه والتعليم العالي. ما يفتح. انا اجاني شخص مستثمر قال لي دكتور اريد الملف مالك وارد اوديه لوزاره التعليم العالي ادي افتح كليه في محافظه ميسان على سبيل المثال. زين. طيت الملف مالي. طيت الملف مالي فتح هو جامعه الان في ميسان. يردون من عنده سبعه دكتوراه لا يقل عن الف ميم دال استاذ مساعد. زين. واثنين او ثلاثه مستثمرين، فهو وابنه يمكن واحد من اقاربه مستثمرين، يعني هم اللي يزودون المدرسه او الجامعه الاهليه بمال. والاساتذه اعضاء المؤسسين لازم يكون استاذ مساعد، استاذ دكتور مساعد. زين. باسمه هذه. فيعطي اجور هو طبعا بعدين هذا، فمو قوتر اي واحد يجي اساس لو بعدين اكو ضوابط صعبه. هاي الجامعات والمدارس نفس الحاله؟ المدارس نفس الشيء. المدارس نفس الشيء. هم يردون الف ميم دال؟ لا لا، المدارس الابتدائيه معلمين ومدرسين طبيعي ومستثمرين، يعني هم يعني ما يزيد عن 10 انفار موجودين. بس اكو شروط صعبه. شنو استاذ؟ اولا المدرسه نظيفه، بها ساحات، بها فضاءات، بها حديقه، بها مرسم، بها غرفه. سعد فالح البيوت، البيوت ال 200 متر قام يحولوها. اي اي اكو بعض المدارس، اكو بعض المدارس بيوت 200 متر. اكو نعم، هي 200 متر ما نعم. تقدر تعيش لها اربع عوائل بها تقريبا. انا ما دافع عن المدارس الاهليه، بس انا حفيدتي في مدرسه اهليه صف ثالث ابتدائي تكتب انجليزي، يعطوها فرنسي، يعطوها مو اقول لك المغريات شنو، صح ادفع مليون ونص شهريا، ادفع سنويا قصدي مليون ونص، لكن من اجي ملابسها نظيفه، يعطوها بدله زي موحد، يعطوها جنطه، يعطوها كتب نظيفه 100%، دفاتر نظيفه 100% وعليها ختم المدرسه، وحتى البلوز اللي لابسته عليها ختم. المعلمات بمدربات بتدريب جيد جدا، بحيث يعني انت ما بيدها عوده. انا عندي واحد من اقاربي يقول اخذت ابني صف اول ابتدائي، اول ما اجى يوم ثاني قال لي بابا ما اريد هاي المدرسه، لقيت هذا المعلم بيده عوده ويضربنا، هاي يضربنا. يقول اضطريت ادرسه اسجله بمدرسه اهليه بالزعفرانيه مو بعيده يعني. يقول المعلم اول ما يجي الصبح صباح الخير وهلا عمو هلا بابا كذا، يعني اكو وسائل تربويه. المدارس الحكوميه نعم، شنو فرق المعلم مدارس الاهليه عن المدارس الحكوميه؟ شوف، هي اكو محاسن بالمدارس الحكوميه واكو مساوئ، وكذلك بالمدارس الاهليه اكو محاسن. شنو فرق المعلم بالمدارس الاهليه عن المدارس الحكوميه؟ هذا اللي يجي يتلقى الطالب صباح الخير حبايبي. انا اقول لك وبالمدارس الحكوميه ما يقول لهم صباح الخير. انا اقول لك شنو السبب. شنو السبب؟ انا اضرب لك مثال. في المدارس اليابانيه مثلا، يعني لا العشير بالعراقي، بالعراقي شنو السبب؟ انا اقول لك، اولا هذا لازم يكون خريج نفس اللي يعني اما معاهد تربويه او كليه تربيه، لكن هذا بما انه يدرس بفلوس فتكون علاقته بالطالب علاقة ودية أكثر ما تكون عنفية. أنت تدري المدارس الأهلية تعطي رواتب للمعلمين أقل من ما تعطي الحكومي؟ أحيانا نعم. مو أحيانا، أحيانا قاضبة. لا عدا كم مدرسة سعد الكياهم ما أريد أسوي لهم إعلان، أربع أو خمس مدارس اللي يعتبرون روحهم مدارس دولية وهاي السوالف ما أدري شنو، دول يعطون شوية رواتب مقاربة للمدارس الحكومية، لكن هذا ان المدارس 3000 الباقية المدارس نعم اقل 3000 3000 كلها تعطي اقل من الحكومة. هو انا اللي جاي اشوف. لا راح اقول لك الفرق استاذ، بس اعطيني فرصة اتكلم. اولا المدرسة الاهلية كل صف 70 و60 و80 و90 وانا كنت معاون مدير عام يعني ذهبت. تدري الفرق شنو استاذ فالح؟ ذهبت الى النهروان. خلينا نحكيها، لا خلينا نحكيها بصراحة. 110 طالب. خلينا نحكيها بصراحة، الفرق المدرسة الاهلية 25 الى 30 طالب، هذا فرق. المعلمه لما تدرس 30 طالب الوقت راح يوزع، راح تكون التحصيل العلمي لطالب الاهليه افضل من طالب الفرق الحكومية. انه المعلم المدارس الحكوميه اي يقول انا ما حد يقدر يبطلني، انا عندي متعين على هذا. هم صحيح، اذا هذا سبب. والمدارس الاهليه المعلم انا قطاع خاص حتى ما عندي عقد ويا المدرسه، باكر يقول لي وجهك واطلع. هذا صحيح. اكو نقطه اخرى بعد المدارس. هنا أنا يجي دور الدوله ودور نعم. وزاره التربيه في شلون انه تطلع حتى عسى ما 100 طالب بالصف استاذ فالح، هذا مو مبرر انه اني ما اعطي تدريس حتى افتح باب التدريس الخصوصي وما اعطي تعليم زين حتى. ما معقوله يعني انا موظف بالملاك العام بالملاك الحكومي، والله شنو انا ما حد يقدر يبطلني، انا متعين على الملاك العام.
وعلى هذا الاساس جاي تنتعش المدارس الاهليه واللي ما عنده فلوس صح قاعد حاطه ايده على خده ينتظر رحمه الله. الفقير يبقى بالمدرسه الحكوميه ما بيه اهتمام بالدراسه زين. البنى التحتيه ضعيفه ما بيها تكييف ما بيها تبريد بينما هناك تكييف وتبريد وتعامل جيد. قبل ما اروح للاستاذ مهند اكو تعمد ب يعني خل اقول لك تراجع مو تعمد هو التراجع عندنا تراجع العراق المعلم تراجع التعليم مو بالمدارس مو بس مدارس حتى المستشفيات تعال المستشفى الاهلي تعال قطاع التعليم هسه اكو ضعف وطني يا حبيبي اكو ضعف وطني عند عند بعض الناس العراقيين طبعا انا ليش ما ادرس لما افتح لي مدرسه تقويه ها واخذ مليون دينار على طالب ادرسه فيزياء او رياضيات خصوصا بالاعداديه والمتوسطه ليش ما ادرس بضمير وانا بالمدارس وانا اخذ راتب من الدوله ماكو هذا اللي جاي احكي هذا اللي جاي احكي ليش الدوله لا الدوله لا الدولة اكو قوانين اكو مشرفين تربويين لكن هو الانسان العراقي بدا يتجه توجهات ماديه وبدا يضعف الضمير الوطني عنده ما اعرف الضمير الوطني اي طبعا اراد لها والله حلقه مال طبعا الضمير الوطني بعض العراقيين وليس كلهم ها استاذ مهند هسه هي البعض يعني مع الكل يعني المشكله هاي استاذ مهند نفس السؤال اللي ما يخص التربيه هات تلقاه بالتعليم ابو الجامعات هسه يقول لك انا ادرس هسه فرق عن المدارس ابو الجامعه الاستاذ الجامعي يدرس سمعت الله دخلنا أكثر من جامعة ودخلنا بها كل أساتذة يدرسون لكن الموضوع ما بي وكأنما هناك يعني شون أكو خلق أسميه أنه تراجع بالأداء عدم اهتمام بالجامعات قد يكون بعض الأحيان صعوبة التدريس بالجامعات الحكومية تعطي مجال للذهاب إلى الجامعات الأهلية انتعاشها هسه أنا أريد أسأل شنو سبب انتعاش الجامعات الأهلية على الحساب الحكومي ما أرد أطيب برارات نعم. إضافة إلى ما تفضل به الأخ الضيف أنه بعد أن صدر مؤشر المعرفة العالمي قبل يومين العراق مستمر في الخروج من المؤشرات المهمة منها مؤشر المعرفة العالمي اللي هو يعتمد مؤشرات معينة للنسبة الأمية الالتحاق بالتعليم عالميا يعني أنا أعتقد الصورة معكوسة تماما في التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي التعليم لا زال التعليم الجامعي في المؤسسة الحكومية هو أفضل من نظيره في التعليم الأهلي أفضل بخطوات كبيرة بمسافات كبيرة أفضل هسه هو التعليم الجامعي ولا التعليم الابتدائي هو دور الدولة دور الوزارة الإشرافي هو يحتم شكل ونوع المخرجات التعليم دور الدولة في الإشراف على هذه المؤسسات عندما يكون بانتقائية مختلفة بين الحالتين يحدث هنا الفرق شلون انتقائية؟ يعني التعامل مع الجامعات الحكومية يختلف مقارنة بالتعامل مع الجامعات شلون يختلف؟ هذول شلون يتعاملون وياهم دول شلون يتعاملون؟ التعامل في الجامعات الأهلية محكوم بأسس مادية عدد المقاعد زين غض الطرف عن تعامل إدارة الجامعة عن التدريسي وعن النصاب التدريسي النصاب التدريسي في الجامعة الأهلية ضعف النصاب المقرر اللي هو قرر قانون الجامعية رغبة الجهة المستثمرة في امتصاص طاقة التدريس لأبعد حدود ممكنة وبالتالي إنهاكه ماديا وحتى جسديا عندما يعني يكلف في ضعف النصاب التدريسي المقرر استنادا للقب العلمي إشراف الدولة وين عاد؟ إشراف أجهزة الدولة من خلال وزارة التعليم ووزارة التربية يجب أن يتضح من خلال هذه الحيثيات يعني التدريسي عندما يدرس في اليوم 6 ساعات أكيد إنتاجه راح يكون أقل من لو كان شلون تقبل وزارة التعليم أو الدولة إذا أبو الحكومي ما يقبل أبو 95 و96 و98 بالطبية أو طب أسنان ويروح أبو الجامعة الأهلية 80 و81 يجيب له استثناء يأخذها طبيعي طب أسنان يعني هذا هنالك حلول كثيرة خلينا يعني هذه مشكلة أصبحت التعليم الأهلي خرج من خانة الحل إلى خانة المشكلة وبالتالي أي تعديل قد يفاقم هذه المشكلة لا يعالجها على سبيل المثال
عندما أرادت لجنة التعليم النيابية في الدورة السابقة أن تعالج مشكلة معادلة الشهادات. هي سوت مشكلة مو عجزة. أحدثت مشكلة وشرخا كبيرا في جسد التعليم العالي من خلال إقرار قانون جديد. المشكلة القادمة فيما لو يتم التعامل الإيجابي والوقوف على مخرجات مؤسسات التعليم الأهلي والأخذ بنظر الاعتبار ذلك في التعديل القادم لقانون 25 لسنة 16، سنكون أمام قانون 2020 جديد. عندما يعني تهيئ الأسماع إلى استحداث دراسات عليا في بعض مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي دون أدنى دراسة لتلك المخرجات لهذه المؤسسات على مستوى البكالوريوس، كيف سيكون الحال في تلك المؤسسات؟ هل سيصار إلى سمي لي هذا اللي جاي يصير بالجامعات الأهلية شو نسميه؟ فوضى عارمة يعني للأسف التعليم، كل من يريد أن يجانب الحقيقة سيمثل أمام الله وأمام الشعب. من يقول أن التعليم بشكله الحالي، التعليم الجامعي الأهلي بشكله الحالي يشكل حل، سيمثل أمام الله وأمام الشعب. يفترض أن يكون ذلك. علينا أن نعمل إذا أردنا أن نكون جديين في معالجة المشكلة إلى الوقوف على تلك المشكلات الحقيقية التي يراد لها أن تصبح قوانين، بل يراد لمؤسسات التعليم الحكومي أن تحذو حذو مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي. اليوم مثلا واحدة من المشاكل أنه الطالب لا تنطي درجة يائسة. يا أخي هذا استحقاقه، شنو ما أنطي درجة يائسة؟ الحد الأدنى لمعدل الطالب يجب أن يكون كذا، نسبة النجاح يجب. يا أخي الطالب يأخذ استحقاقه، أخذ أكثر من استحقاق. يعني أنت فتحت لي باب هسه البطاقة اللي تأهل الطالب للنجاح أو للتخرج، اللي الدراسة مالته واجتهاده لو المبالغ اللي جاي يدفعها للكليات بالتعليم الجامعي الأهلي نسبة كبيرة يعتمد على المبالغ. يعني أحد التدريسيين يقول، أحد المستثمرين قال له بالحرف الواحد: الطالب يعطي الجامعة الأهلية بينما أنت كتدريسي تأخذ منه، فالطالب أولى منك في هذا الجانب، عليك أن تتعامل مع هذا المستثمر. يقول له نعم تدخل المستثمر بأبسط الحيثيات في الجامعة شكل خطرا كبيرا على تلك المؤسسات، بل أن أكبر مشاكل التعليم الجامعي الأهلي هو تدخل الجهة المستثمرة في شؤون التعليم وعدم ترك المؤسسة التعليمية للإدارة الجامعية. نسبة المستثمرين الحقيقيين اللي فعلا هم تجار وراحوا فتحوا جامعات أهلية، جد نسبة هو الكل هم مستثمرين تجار. لا مو بالنتيجة، أكو عندنا مستثمرين لأحزاب وتجار أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية كونت تجار ومستثمرين هم اللي راحوا فتحوا الجامعات الأهلية، لو التجار الحقيقيين المستثمرين. حتى التاجر الحقيقي يجب أن يتكئ على جهة سياسية كي تؤمن له الدعم. يعني ما يقدر يفتح جامعة أهلية إلا يتكئ على جهة سياسية. إذن بالنتيجة ليش تقول لي معظمها إذن كليتها متابعة لجهة سياسية؟ حتى لا نكون يعني أن بعض الجامعات أصبحت تتجاوز على المال العام على أراضي الدولة. يعني خير دليل على ذلك أراضي جامعة بغداد. أي وطالما طالبنا بفتح تحقيق في ملف التجاوز على أراضي جامعة بغداد ذهبت إلى مؤسسات أهلية. ما الحل؟ يراد للمؤسسة الجامعية الحكومية ووزارة التعليم العالي أن تتعامل مع تلك التجاوزات على أنها واقع حال. زين يعني هذه العملية كيف تكون لولا لم يتوفر لها الغطاء؟ كل زين أستاذ فالح. نعم يعني هسه إذا أروح للجامعات ألقى هاللي جاي السمعة من أستاذ مهند ما يخص الجامعات وبطاقة تأهل الطالب للنجاح أو للتخرج مرهونة بالمبالغ اللي يدفعها. زين أروح للمدارس الأهلية صح يستقبلون الطالب حبيبي وحياتي وصباح الخير وتعال يوم البارحة مش متعشي اليوم مش متريق قاعدته وشرحت له، بس بالمحصلة أيضا إيش قد عدد الجامعات أو المدارس الأهلية اللي يخرج بناء على المبالغ اللي يدفعها أولياء الأمور.
ايش قلت؟ نعم. انا اعتقد هو هاي من سلبيات التعليم الاهلي، انه الطالب يعني يدفع فلوس واكو تسهيل بالدرجات وبالنجاح من سلبياته. لكن بنفس الوقت لا يعني هذا لا يكون رسوب. لا، اكو هناك رسوب في الجامعات الاهليه، واكو رسوب في الابتدائيه، يعني الابتدائيات والمتوسطه والثانويه الاهليه. انا عندي ابني حفيدي يعني رسب بالثالث متوسط العام، ويدفع ندفع له حوالي 2 مليون. شفت العائله، شفت العائله كلها مدارس اهليه. لا لا مو كلها، لا بس هاي حفيدك اي كاثنين يعني. انا احكي لك السبب شنو. لا هو انت قيسها انت كاستاذ نعم ومدرس وتعرف التفاصيل، يعني انت ما سعيدك من التعليم الحكومي. انا اكون صريح معاك، التعليم في العراق متخلف وفي انحدار وخرج عن مؤشر دافوس الهولندي. التعليم الجامعي والتعليم الابتدائي خارج مؤشر دافوس. هل تتخيل موريتانيا، الصومال، اثيوبيا، البلدان الافريقيه المتخلفه داخل مؤشر دافوس، والعراق بلد الحضارات واول مدرسه، انا كتربوي اول مدرسه وجدت في التاريخ في الناصريه الحفريات. مو انا اللي اقول، خبراء الفرنسيين والانجليز والالمان والامريكان اول رحله وجدوا قبل 7000 سنة. هاي اذا هذه اساءه ومنهجه لو لا كتاريخ. لا اذا الا تعد هذه هي اساءه ومنهجه؟ اساءه لمن يعني؟ للتعليم بالعراق؟ اي لا يوجد اهتمام حبيبي، العراق بلد غير مستقر. لا هي ممنهج لو غير ممنهج استاذ العفو عبثي، اعطيني فكره احكي لك. العراق صار له 40 سنه مو مستقر، الاستقرار سبب مهم جدا للبلدان التي تقدمت في التعليم، ولدينا امثله كما ذكرت لك، ماليزيا، اليابان، سنغافوره، الدنمارك، هذه بلدان مستقره. احنا صار لنا اكثر من 40 سنه نحارب، هاي الحرب اموال كلها تروح للحرب، مليارات تروح، ماكو اهتمام بالتعليم. البنايه المدرسيه صحراويه، لا بها مختبرات، لا بها مرسم، لا بها درس رياضه، هذا ياثر. كذلك الجامعات ما بها مختبرات. فعلى حساب التعليم السياسيون انتعشوا. السياسه في العراق اكلت كل شيء، اكلت الزراعه واكلت الصناعه واكلت التربيه. الان بلدنا يفطر على السياسه ويتغدى بالسياسه ولا نتيجه. السبب اهمال التربيه والتعليم، بينما كل علماء النفس، كل علماء التطور والحضاره يقولون البلد اذا اراد ان يتقدم انظر الى التعليم ماله، اذا التعليم متطور، اذا ما بي اميه، إذا البناية المدرسية بناية متكاملة، إذا المعلم مدرب، إذا المنهج راقي ومستوى عالي يعني يتجدد مع التطورات التكنولوجية، هذا بلد متقدم بالتعليم. إحنا ما عندنا اهتمام بالتعليم صراحة. هو عدم الاهتمام هذا ومنهج السياسيون لا ممنهج وعبثي. أقول لك قد يكون جهل، وقد يكون عدم اهتمام به، وقد يكون ممنهج، قد يكون الولايات احنا بلد محتل ما زال، يعني الولايات المتحده الامريكيه ما تريد كهرباء بالعراق مثلا. الان 50% كهرباء احنا عندنا، احنا بعدنا محتلين مثلا. ها احنا بعدنا محتلين، محتلين احنا ايه؟ طبعا ما زال الاحتلال موجود، سياده ودوله لا لا موجود الاحتلال ساد بصوره اخرى موجود. شلون باي طريقه يعني؟ يعني امريكا يعني انا يعني امريكا تقول لك لا للمعلم، تقول له او للمدرس تقول له لا مو ما اريدك تدرس دراسه زينه. مو بهالصوره المباشره. لا مو بهالصوره المباشره، وانما اكو مثلا ملف الكهرباء. الامريكان ما يريدون يسوون كهرباء 100%، الكهرباء عنصر ضروري جدا بتطور العراق تربويا وسياسيا واقتصاديا وكل شيء مثلا. يعني دائما تخلي ممنوعات، تخلي لاءات امامه اي رئيس وزراء يجي، لا تتطرق على الكهرباء، لا تتطرق على تطورات التربيه والتعليم، لا تتطرق على لسو مترو بغداد مثلا. يعني اكو بعض التوجيهات الفوقيه تريد للعراق ان يبقى متخلفا. اعطيني من هاي التوجيهات الفوقيه ما يخص التعليم موجوده؟ لا. ما يخص التربيه موجوده؟ ما موجوده؟ لا انا اعتقد اكو ضعف بالقياده التربويه والاداره التربويه اللي استمرت على العراق، وانا عاصرت 6 وزراء، الوزراء التربيه بالعراق كلهم متربويين، ولا واحد عنده اختصاصه دكتوراه في التربيه والتعليم او علم النفس والاداره التربيه. يقول لك هذا منصب سياسي بالمحصله، منصب سياسي. وزير التربيه احسن منصب سياسي صحيح، بس عندي وكلاء فني، وكيل اداري، ومدراء عامين، ما يقومون بالواجب. ما يخالف، حتى المدراء العامين عندنا 43 مدير عام في وزاره التربيه. أي. وانا اعرفهم يعني معظمهم، نصفهم غير تربويين. صور اكو جا مدير عام بيطري، طبيب بيطري مدير عام في احدى المحافظات في السنوات اللي مضت. طبعا هني اكو فساد مالي كبير جدا في طبع الكتب، اكو فساد مالي في الابنيه المدرسيه. هل تتخيل الابنيه المدرسيه ياخذ الوزير وما ادري بعد ياهو اللي وراه من الفاسدين
15% اذا يريد يبني له مدرسه مثلا يعني، اكو فساد هذا لا نكره يعني موجود. زين. اكو حتى في طبع الكتب فساد، تطبع الكتب في بيروت وتطبع في عمان والمطابع العراقيه ارخص وافضل ما موجود هنا. اضطرت العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه تطبع المناهج العام الماضي، وفرت الى وزاره التربيه 6 مليون دولار، قالت لهم تعالوا انا اطبع لكم وطباعه جيده ورق نظيف صور ملونه للاطفال بالقراءه والرياضيات والكتب المدرسيه، وفر 6 مليون دولار. السبب هؤلاء الحيتان اللي موجودين على وزاره التربيه محاصصات ياخذون كوميشنات من برا. حلو يعني انت المطابع. يعني هسه موجود هذا يعني الفساد. كل زين لما نشوف مدرس وغاسل ايده من التربيه بالعراق او التعليم بالعراق، بس لا يعني ان نيأس. العراق مريض تربويا لكن ليس ميت تربويا، لدينا كوادر تربويه بنت التربيه في العالم. انا داومت 7 سنوات في ليبيا. زين الحال شنو استاذ؟ صدقني دكتور صدقني، في 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 ليبيا اللي قوم التربيه والتعليم في ليبيا في اليمن وحتى في العراقيين قطر. العراقيين هاي واقعيين، لا هاي واقعيين يعني هذا معروف يعني. الاستاذ العراقي استاذ جاد واستاذ متكامل، ولكن ما اعرف انا اشوف الان انا برايي يعني السياسه هي التي اثرت على الواقع والاضطراب. الان المجتمع العراقي مجتمع مضطرب بسبب السياسيين الذين غير متحدين من الفئه الواحده ومن الطائفه الواحده مختلفين، فماكو يعني توجه سياسي واحد لبناء العراق. انا في تقديري ينبغي ان يتوجه السياسيون الى بناء التربيه والتعليم. حلو. ويخصصون 20% من الموازنه العامه للنقص في التربيه والتعليم في الجامعات والتعليم الابتدائي والثانوي، خصوصا في الابنيه المدرسيه والمختبرات وطبع. هذا الشيء ما موجود. انت هذا ما موجود. تريد تيجي تقطع رزق السياسيين من المدارس الاهليه؟ ها؟ تريد تقطع رزق المتنفذين والسياسيين من المدارس الاهليه؟ قسم منهم اي وقسم لا، تجار. زين. انا اعرف تجار عنده اموال مقاول جاب له 7 هي المدرسه هي المدرسه قدم على سافلة بنايه حلوه وعنده فلوس وسواها وجاب هذول الاجازه باسمهم. هي المدرسه المدرسه بصراحه شوي اسهل من فتح الجامعات اللي جاي يصير عندنا. ايه؟ واكو تسهيلات بيها، واما تطل عمك وتطل خالك يجوز طبعا. طبعا موجوده هذه. استاذ مهند، استاذ مهند يعني هسه احنا الحال شنو؟ صرنا ساعه نناقش 45 او 40 دقيقه نناقش السلبيات والمشاكل. الحلو شنو اللي نقدر بيها نسيطر على التعليم بالعراق؟ نسد الجامعات هاي ولا وين يروحون؟ يعني كانت واحده من الحلول المقترحه ان نذهب بتلك الجامعات كخطوه اصلاحيه اولى الى من القطاع الخاص الى القطاع المختلط، وان تكون سيطره للوزاره وللدوله اكثر من القانون ما اتيح في قانون 25، ويكون قطاعا مختلطا من خلال تدخل الدوله المباشر في الإشراف وحتى في بعض نواحي إدارة تلك المؤسسات. إحنا لابد أن تكون لنا وقفة لإصلاح هذا الموضوع، موضوع التعليم الجامعي الأهلي، لأن لا إصلاح لا تطور لا إنجاز لا إعداد جيل إلا بتصويب أوضاع التعليم العالي وقبلها التربية. لذلك كان لدينا مقترحا مهما وتبنت لجنة التعليم النيابية الحالية هذا المقترح من خلال مجلس أعلى للتربية والتعليم يتولى، هو التدخل السياسي واضح في التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والإدارات التربوية والجامعية. هذين الاتجاهين هما الاتجاهان اللذان يعني بصراحة يدخل من خلالهم التدخل الطارئ على التربية والتعليم. لابد لنا أن يكون وقفة حقيقية أن نصحح. شلون تعدي التصحيح بتعديل القانون؟ نعم تدخيل. من يعدل كيا القانون؟ يجب أن تكون هناك وقفة مستفادة لجنة ال... لا 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 سعد مهند، من يعدل؟ استفادة. نعم استفادوا كثيرا على حساب مصلحة الجيل. شو قبل يكتفون؟ هو غير جشع صاير الموضوع. يجب ان تغلب المصلحه الوطنيه، يجب انتم كنقيب نقيب الاكاديمي تاثرون لكم تاثير؟ اذا اردنا تنميه مستدامه حقيقيه لابد ان تكون هنالك دكتاتوريه في قرارات التنميه المستدامه. دكتاتوريه في قرارات التنميه المستدامه، يجب ان تكون ادارات جامعيه قادره متمكنه مختاره على اسس مهنيه، وذلك ما يحول ويمنع التدخل السياسي ايجاده في تلك المؤسسه. من باب نقول الديمقراطيه زينه والديكتاتوريه مو زينه، من باب نقول الديكتاتوريه زينه. التنميه المستدامه بحاجه الى قرارات بعيده الامد. زين.
الخطط عشرية، اسم مشروع تطوير التعليم في العراق، يرسم خطط تتعاطى معها الوزارات المتعاقبة بانتقائية، بدليل تطوير استراتيجية تطوير التعليم السابقة قبل الاستراتيجية الحالية لم يطبق منها شيئا واحدا، بل وضعت على الرفوف وركنت وانتهت. إذا كحلول آنية ايش نقدر نسوي؟ تعديل قانون 25 سنة 16. يا برلمان اللي يعدل لك القانون؟ لجنة التعليم النيابية وهي قادرة، ونعتقد هي لجنة التعليم النيابية مو نفسها اللي سوت لك من معدل الشهادات؟ اللجنة السابقة، اللجنة الحالية يعني أعول على أشخاص في اللجنة. اللجنة السابقة هدمت التعليم من خلال قانون لجنة التعليم السابقة. نعم هدمت التعليم. هدمت التعليم من خلال قانون 2020 سيء الصيت. وهسه لجنة التعليم الحالية سوت، يقع على عاتقها تغيير هذا القانون وتعديل قانون 25 باتجاه إيجابي، وإنما مجلس أمناء يدير المستثمر. هذه طامة كبرى في التعليم الجامعي الأهلي. طامة كبرى في التعليم، يعني انحدار كبير في التعليم. استنى هسه احنا شنو السبب اللي يخلينا ما نفتح جامعات حكومية، ما ننشئ جامعات حكومية؟ ليش؟ عدم توفر الموارد والإمكانات. اليوم عندنا نسبة التدريسيين ممتازة بعد التعيينات الأخيرة. يجب علينا أن يكون هنالك تدخل طارئ وسريع لاستحداث أقسام علمية غير تلك الأقسام الموجودة حاليا. نذهب بالتخصصات العامة إلى الدقيقة. يجب أن يكون لدينا خطط لاستحداث جامعات وكليات على المستوى الحكومي كي نواجه، وبنفس الوقت إذا استمر التعليم الجامعي الأهلي بهذه الوتيرة أيضا سيبقى مؤثرا سلبيا نتوجس منه خيفة. هذا الفساد اللي جاي نشوفه هسه، هذا البوق العلني، منين؟ إذا يا قطاع تروح له يقول لك والله خط تخصيصات ماكو، فلوس ماكو، موازنة ماكو. تخصيصات التعليم العالي والتربية لا تتجاوز 2% من موازنة الدولة العراقية. 2% بس؟ نعم. هذا متعمد لو جهل لو ما يعرفوا لو يقول لك مو وقته شنو؟ المخطط يذهب، المشرع يذهب يحاسب ويساءل على تلك النسب، وإلا أي إصلاح أي عملية لا تبتدئ من التربية والتعليم. هذه مشكلة كبيرة إذا كان المشرع الذي يأتي منتخبا. صوتكم وين أثناء الإقرار القراءات الموازنة، القراءة الأولى والثانية؟ الكل يعلم نحن كنقابة تصدينا لقانون 2020 ما يخص التخصيصات. فيما يخص التخصيصات في الموازنة العامة للدولة يعني لدينا صوت، لكن وليس صوت. صوت بس ما يسمعك. ما يسمعك. صمت الآذان في بعض، لكن أنا أعول شخصيا وعلى اللجنة الحالية في تعديل قانون 25 وتعديل أيضا تعديل قانون 40 قانون وزارة التعليم العالي كي يكون مواكبا للتطورات وكي يكون متعاطيا مع المشكلات الحقيقية في المؤسسات الجامعية. كل زين أستاذ فالح. نعم. بعض الجامعات المدارس الأهلية، حتى الجامعات عندنا جامعات بعضها اللي قليلة كل شيء، اللي هي جامعات رصينة وجاية تقدم أداء قليلة محترم جدا. قليلة كل شيء. أيضا ما يخص المدارس، أيضا عندنا مدارس قليلة جدا لكن جاي تقدم أداء ممتاز بما يخص عدم مجاملة، تقديم دراسة جيدة للطالب. أكو قضايا يمكن حتى بين هذه المؤسسة وبين أهل الطلاب وبين الطالب أكو اهتمام بالموضوع بشكل عالي، لكن هذا ما جاي يصنع ويخلق فروق طبقية بالمجتمع. أنا العائلة الفقيرة أو الطفل الفقير ما أقدر أوصل تعليم وتربية، مو تعليم، التربية المجانية حتى التعليم بس بعيدا عنها، خلي يصعد للجامعة ويروح كلية أهلية يجيب له سلفة يسوي له أي شيء، بس تربية طالب أول وثاني وثالث ابتدائي هذا ما جاي يخلق فروق طبقية بالنسبة للتعليم الأهلي؟ أي شوف أستاذنا العزيز، إذا أريد أن نبدأ بعملية الإصلاح التربوي في العراق في تصور يعني كتربوي، أول ما نبدأ بالقيادات التربوية، القيادات التربوية الوزير وثلاث وكلاء وثلاثة وأربعين مدير عام، هاي في النسبة إلى وزارة التربية، وكذلك نفس المثل ينطبق على التعليم العالي. أول مرة اختيار الوزير بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية والكتلية والرشاوة المليونية، أكو رشاوة تعطى طبعا، هاي من تبعدها تختار أكاديمي معروف بالتعليم العالي، هذا يصلح عنده تشكرات تاريخ عنده من التعليم العالي، يكون وزير التعليم العالي، كذلك وزير التربية، ويجب أن يكون اختصاصه تربوي. نجد ثلاث وكلاء يجب أن يكون تربويين. إحنا في وزارة التربية أنا مريت بهم يعني، واحد بكالوريوس إعلام، واحد بكالوريوس عربي، واحد بكالوريوس تاريخ،
وعندنا شهادات الدكتوراه في الإدارة التربوية، في الإرشاد التربوي، في علم النفس، في 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 طرق تدريب، يعني اختصاص في قلب الوزارة التربية. ليش ما أجيب أكاديمي دكتوراه وأخليه وكيل وزير؟ السبب هذا من حزبي وهذا من طائفتي وهذا من طائفتي. زين مدير المدرسة ايش بيه؟ ها نجي للمدراء. مدير المدرسة حتى مدراء المدارس استاذ الآن مدراء المدارس يعينون بالمحاصصة الطائفية والرشاوي. لا بشرفك. اسمع لي مو حتى اوضح لك، انا كابن التربية صار لي 45 سنة بالتربية والتعليم. حتى مدير المدرسة ايش راح يستفاد؟ ها؟ لا لحظة، مدير المدرسة ايش راح يستفاد؟ انا اقول لك ايش يستفاد؟ ينقل معلمة من مكان إلى آخر بثلاث أو أربع ورقات، بعضهم وليس كلهم. حلو. بعضهم وليس كلهم طبعا. حلو. هل تعتقد أن مدير التربية مدراء بعض مدراء التربية ينقل معلمة مثلا من تاجي إلى قلب بغداد؟ لا هاي مدير تربية. إيه. لا أنا جايك مدير مدرسة. مدير مدرسة أحيانا أنا أقول لك حسب الرقعة الجغرافية تريد تسجل ابنك أنت مثلا بالعظمية، تريد تسجل ابنك بالعظمية مدرسة، بس جايبه منين؟ جابه من سبعة أبكار من غير زين. مكان يقول لك هذا خارج الرقعة الجغرافية إلا يكون حدود المحلة رقم كذا بداخل العظمية، إذا تعطيه ثلاث ورقات يسجله فأكو. نعم حتى مدير المدرسة يأخذ. أنا أقول لك هذه موجودة وأنا عندي تفاصيل فيها. يعني هاي مدير مدرسة اللي هو المفترض أنه يكون أفضل رجل البعض حتى لا يسمون البعض على عين وراس، أخواني المدرسين المعلمين بهم انضاف إلى أبعد حدود. أكيد أي. لو خلي قلبت لكن وأنا عندي أمثلة مضيئة يعني على بعض. أكيد لا موجودين المضيئين لكن أي. مدير مدرسة توصل محاصصة المدير مدرسة حتى على مو ثلاث ورقات يأخذ طبعا. عود كل بالشهر مرة بالسنة مرة يأخذ له ثلاث ورقات على ثلاث ورقات، إذا تجمعها ما يصير 10,000 دولار مثلا. إيه صح. ليش صارت موجودة عند بعض ليش الوصخ؟ ضعاف النفوس موجود. ليش الوصخ والقذارة والتراب وعدم الاهتمام بالصحيات مرافق الصحية والرحلات والصفوف كلها بالمدارس الحكومية؟ نعم ليش؟ ولذلك الأهالي يذهبون إلى المدارس الأهلية. سبب نظافة موجودة، حمامات موجودة. أنا وجدت طلاب وطالبات يقضون الحاجة في الساحة، مرافق صحية ما. إذن مو إذن منو الحكومة؟ ها الحكومات المتعاقبة على العراق هي سببها. تخصيصات والنثريات قليلة، وقد يكون مدير المدرسة والمعاونين مهملين. هو مي مال بوري مال إسالة، هو مي حنفية أفتح الصندة ورش. أحسن شو ليش يحتاج له؟ أكو كسل، أكو عدم اهتمام. قد تكون الدولة ما منطية يعني نثرية كافية، وقد يكون المدير يأخذ النثرية هم يحطها في الجيب. المشكلة مو المشكلة أستاذ عزيز، المشكلة الحس الوطني. جد نثرية المدرسة الوسل الحس الوطني ضاع عند كثير من الناس. حلو. جد نثرية المدرسة. نعم نثريات المدرسة جد مو سوى إذا مدرسة كبيرة إعدادية أو متوسطة غير ما أعرف يعني إيش قد، بس هو يكتب مثلا يقول محتاج زجاج للمدرسة يعني ما يطلب فلوس. ها ما يطلب فلوس. لا يطلبهم بعدين فلوس طبعا. ها يطلبهم وهو يطلع مقاول يسوي زجاج المدرسة عن البرد مثلا الشتاء الآن جاي، أو ينظف الساحة أو يبني مرافق أو يبني صف جديد، يجي مقاول. وهذه العملية حتى وإن كان ترميمات فيها فساد مالي وإداري. والله كارثة حقيقة. وأقول لك موجود يخلي الفلوس بالجيب والجامعات ويضربها نايلون. في الجامعات موجودة أكثر، في الأقسام الداخلية بناء الأقسام الداخلية يأخذوها مقاول. حتى في تفليش المدارس أنا أعرف وزير تربية، وزير تربية ما أستطيع أقول باسمه ما عندي مانع لأن هو باق ما يستحي، فأنا من أشهر عليه ما أستحي. أحد وزراء التربية استورد بسكت إلى طلاب المدارس الابتدائية بسعر دنماركي بسعر 7 مليون دولار. اجت صحفيه اردنيه ذكيه اخذت الاكسباير ماله، لقيت الاكسباير ماله منتهي وينها؟ فانتشر بالاردن. بالاردن اجت الخطون بجملونات شو اسمه، فراح رئيس الكتله مالته للحكومه الاردنيه قال عم فضحنا كذا، حرقوا هذا البسكت لان اذا ندخل راح يموتون الاطفال مسرطن هذا، وسوت القضيه وراحت. هذا نفس الوزير فلش 180 مدرسه من ضمنها مدرسه بمنطقتي انا يعني والله بنايتها هل النظافه يعني نظيفه. لا لا فلاح 180 مدرسه فلشها على اساس يبنيها استاذ. هاي بالعراق طبعا بوضع جديده على اساس يبنيها. حتى بالتفليش اخذ كوميسيون من المقاول 15-20% من تفليش هاي المدارس حصه الوزير. هذا الوزير لو مدير تربيه؟ لا الوزير. هذا وزير بس مو الوزير يتكلم. لا اكو من ينوب عنه، اكو اصابع وايادي. من اقول لك انه تفليش ممنهج إيه؟ الساعه ومنهجه تقول لي لا بس مو منهج موصى مثلا
رئيس الدولة أو رئيس الوزراء سووا هذا الفساد. لا ما العلاقة. هم اللي إجوا فاسدين حبيبي. وحقك النزهاء العراقيين مليء بالنزيهين، ترى العراقيين مليء بالأكاديميين والنزيهين قاعدين بالبيوت وبالجامعة الأساتذة. عصر التفاهة الآن، نعيش عصر التفاهة. يعني قبل فترة شذا حسون لما جابت هذول وخسرنا 8 مليون دولار. لا بعيدا عن التسميع، على شنو عندك في الحق الرد للعالم هسه؟ شنو العلاقة بهذا؟ لا بس انا كان اقول لك قضية، يعني هسه هذا نحن في عصر التفاهة. وزير تربية استورد 7 مليون بسكت، بسكويت دنماركي، هاي قبل 10 سنوات احكي لك، 7 مليون دولار قديمة. دولار طبعا بسكويت دنماركي خارج هذا منتهي صلاحيته، واصبحت اكسباير، وبعدين حرقت. ما هم زين حرقوها، ما جابوها وزعوها للتلاميذ، كانت مرضى وابناء. وال7 مليون وين راحت؟ ها؟ احترقت راحت. 7 مليون احترقت طبعا. نشكرك. 7 مليار احترقت استاذ، اكو مليارات. تمام استاذ دلولا، اشكرك، يعني شكرا جزيلا. الاموال اللي موجوده بالعراق هواي، لكن مع الاسف كدائما تروح هبان منثوره. للاسف الشديد. اشكرك شكرا جزيلا سيد فالح القريشي الراعي التربوي وسيد مهند هلال نقيب الاكاديميين العراقيين. قبل ما اختم، صار فتره يمكن ما يخص اسبوع تقريبا، اي ما يقارب اسبوعين، اكو احد مدراء التربيه في بغداد ينشر على مقاطع على الفيسبوك، هو رجل وقور يلبس بدله وحلوه ومرتبه وشعراته بيض، ويفتر على المدارس ويشمر بالكلينكس ويعيط ويصرخ، وجر الميز سوى هيك ايش لقى بيه تراب مال مدرس، الميز مال المعلمين، ويعيط على المدير، انت شلون تقبل هيك وانت كذا، ولا بطلك ولا نقلك ولا كذا. قبل يومين صار حادثه وياه، هذا الحكي طبعا الكاميرات، 6 كاميرات، 7 داير مدايره، واحد ياخذ له لقطه منها، واحد من ورا، واحد من قدام، واحد من فوق، ما ادري. فطلب المدرسه سوى هيك، قال لا نقلك، هاي بالتصوير الا نقلك وما ادري شنو، وسوي كتاب نقلك، يلا اطلع برا. حلو، سدوا الكاميرا، رجع المدير قال لا انا اشاق وياك بس هاي قدام الكاميرا، روح ارجع لمدرستك. والمدير لا يزال موجود، حيرزق، ومدير التربيه ايضا حيرزق. هاي سوالف فيسبوك بطلوها، عيب عليكم، انتم ناس تربويين مو ناس تدورون شهره وطشه. تمام، وانتم مسؤولين عن اجيال، مو مسؤولين عن نسب المشاهدات اللي تصير بالفيسبوك. نشوفكم بحلقات قادمه، الى اللقاء.